بسم الله. دلوقتي عايزين نعمل زرار لما ادوس عليه يبدأ يعمل حاجة معينة، يكتب رسالة، يطلع وردة، يعمل اي حاجة يعني. المهم يعمل ايه جلومته. اول حاجة هنا هقول له انا عايز اعمل بوتوم، وبعد كده هقفل البوتوم، وبعد كده اقدر اكتب هنا اي حاجة انا عايزها. ملكه مثلا كليك هير بليز مثلا، تمام. طيب عايز اقول له بقى ايه، اديله اللي هي حكايه اون كليك. لو كتبت اون هيقول لك اون بلور، اون كليك، اون شينج، حاجات كتير قوي. انت تختار اللي انت عايزه، ونكتب اسم الداله اللي انا عايزها، وليكن مثلا الاي اهيت. طيب هبدا بقى اديله الحاجه اللي انا عايزها تتعمل. طيب خليني اعرف الداله دي، بس الاول اقول له ان دي سكريبت. تمام. اجي هنا اقول له عرف لي الداله ديت فانكشن اهي، وبعد كده هسميها مثلا الاي، وبعد كده هكتب بين الاقواس دي الحاجه اللي انا عايزها، وليكن مثلا اليرت. دي اسهل حاجه، وليكن مثلا هنقول له هنا هلو شلبي. خلينا نبدأ نفعل ديت. هاجي هنا اقول له وريها لي، فبدأ عمل لي زرار اهو كليك هير بليز، بدأ عمل لي الرسالة. تمام. فكده بقى سهل جدا ان انا اخلي الحاجة بتاعتي الصفحة تتفاعل مع الراجل اللي كتب الكلام دوت. طيب ممكن اقول له بقى ايه تاني اهوت، بس هغير اسم الدالة، تمام، خليها ال اي ال، بس مش هقول له بقى هنا اون كليك، هقول له اون دبل كليك. تمام. واقول له بقى ايه الداله ديت، عايزين نعمل داله تانية، تكتب حاجه تانية. تمام. يعني الداله دي هنا ال اي ال، خلاص ال اي ال. تمام. ونسميها مثلا هلو everybody مثلا، او جمله واحده. اقول له كنترول اس، واقول له اعمل ريفرش للصفحه. تمام. فعمل لي زرارين، الزرار الاولاني بيقول لي هلو شلبي، الزرار التاني ما جابليش حاجه، لازم ادوس عليه دبل كليك. يعني لما ادوس مره واحده مش هيعمل حاجه، لما ادوس مرتين هيبدا يعني. تمام. طيب ممكن اقول له ايه حاجه تانية بقى، خلينا مثلا دوت هقول له خلينا نقول له مثلا اون لود، يعني لما اتحمل الصفحه استدعي الداله اللي اسمها، ونعمل مثلا ال اي اون مثلا، وبعد كده القوسين، ونعمل دالة جديدة ونسميها ال اي اي، وتقول لي هلو، واقول له كنترول اس، وافتح الدالة. اول ما يفتح هيقول لي هلو، لان انا حطيتها في اون لود، ودي هتقول لي هلو شلبي، ودي مش هتقول لي حاجة غير لما اعمل دبل كليك بالشكل دوت.